ما هي أصعب درجات المسؤولية؟ في ناس يعتبرون البداية هي الصعبة، وهذول أشخاص يعني كثير جادين، يعني تقول لك مثلا أنا أقرر الآن أني أبغى أدرس الماجستير، فيبدأ معاها مثلا الاستعداد، تبدأ تقرأ عن الموضوع، تبدأ تبحث بعمق، تبدأ تحسين أنه هذه أكبر يعني جزئية من المسؤولية. مثلا برضو أم قررت أنها تجيب طفل، تبدأ تستعد، تبدأ تحس أنه تبدأ تثق في نفسها، تحس أنه هذا يعني أكبر جزء من المسؤولية. في أشخاص يشوفون لا، أنه لما أنت تكون في النص كل شيء فوق راسك، ويعني وإذا كان الخط الزمني حقك سريع 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 سريع، وأنت لازم تسرع 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 تسرع، تبغى تلحق، تحس إنه ما أعرف إذا جسمي قاعد يشيل الموضوع، إذا مشاعري تتحمل السرعة هذه، وأنت ضاغط داعس على آخر شيء، فتقول يا، وأنت يعني تركض ركض، فتقول يا الله شو هالصعوبة، شو هالدرجة الصعوبة هذه، خلني أخذ لي إكزت وأهرب من المسؤولية، ولا خلني أهدي، ولا خلني كذا. ففي ناس تشوف انها لما تكون في المعترك وكذا في قمة المسؤولية تشوف انه هذه اصعب الحالات والدرجات. في ناس تشوف انه في اللحظة اللي انا يعني صرت كثير ضعيف، وصرت كثير ادواتي معدومة او قليلة، وصرت ابغى اسوي شيء بس ما اقدر، وابغى أنجح بس ما أقدر أنجح، إنه في هالمرحلة هي كثير مرحلة صعبة، إنه تكون أفكارك أكبر بكثير من الأدوات اللي تمتلكها لتحقيق الشيء. ففي ناس يشوفون إنه هذه الدرجة أصعب، فيختلف من شخص لشخص يختلف. شنو مسؤوليتي تجاه زوجي أو أخي اللي ممكن يكون علاقة سامة؟ مسؤوليتك تجاه أهل زوجك مثل مسؤوليتك تجاه أصدقائك، تجاه الناس اللي في حياتك اللي تحبينهم وبينكم علاقة جيدة. إنه فيه زي ما نقول اتفاقات، في اتفاقات مثلا والله احنا متفقين على الزيارة الفلانية، احنا متفقين على الدعوة، ولا احنا ما اتفقنا على شيء، فهي يعني نوع من الاتفاقات الواعية تجاه المسؤوليات، كانها تقسيم مسؤوليات، هذا مسؤولية كذا، هذا مسؤولية كذا، والمفترض أنها تكون المسؤوليات عادلة بين الطرفين، يعني حتى تستمر العلاقة صحية وجيدة، زي صديقتك بالضبط، زي صديقتك أنت، يعني لو كل يوم تعزمينها وبتودينها وبتجيبينها وبتدعمينها نفسيا ومشاعريا وفكريا، وما في النهاية خلاص تحسين إن الموضوع يعني مو راكب، حتى هي في النهاية يعني تحس إنه يعني ما أعرف، يمكن تشعر بالعار، يمكن تشعر. فنفس الشيء إنه لازم يكون في توازن في هذه العلاقة، ويكون في اتفاق على المسؤوليات. يمكن يكون ما في مسؤوليات، يمكن ما في أحد قاعد يطلب من الثاني شيء، يعني لا لا لا, لا أهل زوجك يطلبون منك ولا أنت تطلبين منهم، فبالتالي يعني كل واحد يعني هم أحرار من مسؤوليات بعضهم. مسؤولية تجاه أخي اللي ممكن يكون علاقة سامة. شوفي، العلاقة السامة هي مش في مرحلة العلاقة المظلمة، أوكي؟ العلاقة السامة يعني ما أقدر أقارنها بالعلاقة المظلمة اللي فيها خطر، اللي فيها خطر على الشخص إنه هو ممكن يعني كذا يعني يدخل في العاصفة مرة ثانية. ويعني العلاقة السامة هي يعني عقد كارمي، وأعتقد المسؤولية هنا إنه أنت تفهمين رسالة الأخ، وكون إنه أخ يعني يقول لي إنه فهم الرسالة كثير مهم، كثير مهم. وش هالروح هذه؟ وش هذه الروح؟ يعني أخوي، يعني أكيد إنه كان في مواقف الطفولة، في مواقف المراهقة، أكيد فيه معاني للخلافات اللي صارت، القصة التاريخية اللي مريتوا فيها، لابد انك تحطيها على الطاولة تستعرضينها، تقول علاقتي انا واخوي كيف بدأت، وين وصلت، كيف تطورت، متى صار لها الانحرافات الصعبة، متى صارت لها الزوايا الحرجة، وش كان يبغى يقول لي طوال هذا الوقت، ماذا كانت هذه الروح تريد ان تقول لي.
ماذا كانت تريد هذه الروح أن تقول لي؟ يعني يبدو أنها هي عقد كارمي، يبدو هذا عقد كارمي. فهذا العقد الكارمي صراحة خسارة أنه أنت ما تفهمينه، خسارة. لأنه ما أعرف شو أقول لك، يعني الرحم هم قد يكونون ألطف من غيرهم في عقودهم الكارمية. ما أعرف إذا 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 إن شاء الله وصلت الفكرة. يعني بكرة يجيك مثلا مديرك في الدوام يحمل عقد كارمي يكون كثير قاسي، كثير قاسي، كثير قاسي، يعني يسبب لك مشاكل وألم وقضايا وقصص وحكايات. لكن أخوك ما أقول إنه ما راح يكون قاسي، يقول نعم ممكن يكون قاسي، لكن قد يغلب إنه يكون عقده الكارمي أهون من عقد شخص غريب كارمي. لكن في الغالب الأهل هم اللي يحملون العقود الكارمية في الغالب، في الغالب. فأعتقد إنه عندك فرصة إنك تفهمين رسالة هذه الروح. أنصحك بحضور كورس رسائل الأرواح، فيها كل العقود الكارمية عشان تفهمين وتعرفين شو مطلوب. أنا في كل رسالة روح قلت لك وش المطلوب منك، مطلوب كذا كذا كذا، مطلوب منك كذا كذا اتجاه هذه الروح، عشان تفهمينها. هذا هو هذه هي مسؤوليتك الآن. هل دخولي في علاقة عاطفية تعتبر مسؤولية؟ جدا جدا جدا، يعني هو يعني والدخول زي الخروج؟ لا طبعا، لا طبعا. أغلب الناس ما يدرون، يعني أغلب الناس يلا نسوي ونتبادل ونفعل ونقول وكذا، يعني أخ تورطت، حبيتها وش أسوي؟ وش أسوي يا دكتورة؟ حبيتها قولي لي. أوه تشوفون الرسائل اللي تجيني، حبيتها يا دكتورة وهي تحبك، كلميها قولي لها، قولي لها إني أحبها، وضحي لها، قولي لها والله أبغى، والله كذا، والله. طب ليه ما فكرنا قبل الخطوة هذه؟ ليه ما يعني ما حسبنا الحسبة هذه؟ ليه يعني ما قلنا أوه ترى ممكن تضبط، ممكن ما تضبط، ممكن تضبط وممكن ما تضبط. وها خلني أقول لك احتمال إنها ما تضبط أكثر من احتمال إنها تضبط، كذا بالورقة والقلم، بالورقة والقلم. احتمالية إن العلاقات ما تضبط أكثر من احتمالية إن العلاقة تضبط. لأنك أنت لما تشوف خلطاتنا إحنا كبشر مش سهل إنها تتوافق وتتضابط، مش سهل، مش يعني إذا في 10 أشخاص يعني لا مو 5 بيطبقون عليك، أقل من 5 اللي بيطبقون عليك. فاحتمالية الفشل واحتمالية إنه العلاقة ما تضبط أكثر، مو لأنك أنت فاشل، مو لأنه أنت ما اخترت صح، مو لأنه أنت الله زعلان عليك، مو لأنه أنت ما تثقفت وما تعلمت، أبداً. لأنه في علاقات تضبط مع بعض، في أرواح تمشي مع بعض، وفي رسائل ما تمشي مع بعض. إذا بنتكلم عن الصورة الكبيرة وبنتكلم عن الصورة الصغيرة، في شخصيات تمشي مع بعض، في شخصيات ما تمشي مع بعض. فاحتمالية الفشل كبيرة، وبالتالي من المهم إني أنا أفكر قبل، من المهم إني أنا يعني أدرس الموضوع قبل، أناقش الموضوع، مو بس يعني انطلق يلا يا لعب كذا كله يعني كذا. لا لا يعني احتراما لذاتك، احتراما لشعورك وإحساسك. مشاعرك مش لعبة، مشاعرك مو لعبة. إذا بكرة سويت هذه الحركة مرة واثنين وثلاثة، أنت تقول للكون ترى مشاعري لعبة، ترى مشاعري ما تسوى شيء، أرميها رمي بدون ما أفكر، فبالتالي عطني أي شيء ما تسوى أصلا، مشاعري مو مهمة في القصة كلها. فكثير خطر أنه أنا ما أتحمل هاي المسؤولية قبل ما أبدأ هذه العلاقة. هل أعتبر إنسانة ما فيني فايدة لو كنت مو قد المسؤولية لمن هم حولي؟ أول شيء مش بالضرورة ما يطلبه الآخرون منا هو مسؤوليتنا الروحية، لا لا مو بالضرورة،
انتبه هذا كلام خطير. يعني مش بالضرورة في أحد يجي يقول لي بليز أعطيني فلوس، يعني إنه هذه رسالتي الروحية اللي أنا يجب أني أديها، وهذه مسؤوليتي، وإذا ما سويتها وخيبت ظنهم أوه أنا يعني في الطريق الغلط. لا لا لا، مو هم اللي يحددون هذه المسؤولية، مو هم، مو هم. حتى لو كانوا يحتاجوني، حتى لو كانوا يبغوني أخدمهم بشكل أو بآخر، مو هم اللي يحددون هذه المسؤولية. هذه لازم نتفق عليها. قد يكون مرة مطلوب منك إنك تأدي شيء، بس هم مش الآخرين اللي يحددون مسؤوليتي، مش الآخرين. الشيء الثاني اللي أبغى أقول لك إياه، إنه غالبية البشر يحصرون قصة المسؤوليات في دوائر كثير ضيقة. على سبيل المثال، غالبية البشر يعتقدون إنه المسؤوليات تنحصر في دفع المال، تقديم الجهد العملي، تقديم الجهد الجسدي. بس على فكرة الحياة فيها كثير أشياء أكثر من كذا، كثير كثير أشياء أكثر من كذا، كثير أشياء أكثر من كذا، كثير. هذه ولا شيء، ولا شيء. الفلوس والجهد اليدوي والعملي، هذه ولا شيء قدام الأرواح الأخرى اللي قاعد تقدم خدمات للحياة. تدخل بيت، في ناس تدفع فلوس، في ناس تشتغل، في ناس تجتهد، بس في جدة، جدتهم قاعدة كذا في أصغر غرفة، أوكي؟ قاعدة كذا في سلام وأمان، لا تشتغل ولا عندها فلوس، قاعدة في أمان سلام. ممكن تستغفر وتهلل وتتأمل وتصلي وكذا. تدخل غرفتها تحس تحس كي تتنفس الصعداء، تحس واو. تطلع برا الغرفة تحس عالم تصرخ، عالم تتضارب، وناس تدفع فلوس، ناس تشتغل، وناس وكل هالمسؤوليات والخدمات اللي قاعدين يسوونها الناس لبعض. بعدين تدخل غرفة الجدة، تسكر الباب، تقول أبغى أخذ لي غفوة في هالغرفة، أبغى أخذ غفوة بس 5 دقايق من الفوضى اللي برا. فالناس يعني تقول يعني عندهم أمهم شايلينها كذا ومسؤولين عنها وكذا، بينما صراحة في الصورة الكبيرة هي مسؤولة عنهم. وممكن أحد يقول إنها هي يعني ما منها فائدة وقاعدة كذا، يعني ما عندها شغلة تسويها ولا عندها فلوس تدفعها وكذا، بينما في الصورة الكبيرة هي اللي مضبطت لهم موضوع الفلوس وموضوع الجهد وموضوع كذا. فالناس ما تفهم إنه ترى في مسؤوليات غير الفلوس وغير الجهد. في إنسان وجوده حماية، وجوده حماية في بيتك، لو طلع تدمر البيت. في ناس وجودهم تشافي، في ناس وجودهم يضبط الذبذبات، في ناس وجودهم فرح، في ناس عندهم دور طاقي، عندهم دور مشاعري، في ناس عندهم دور إبداعي بس يفكر. لا لا لا، قاعد مد طول اليوم تقول رح جب سو حط، يا أخي قم ساعدنا، يا أخي قم أطبخ معانا، يا أخي مالي نفس، مالي مزاج، مالي. فجأة يقول لا لا لا، سووا كذا والله أسهل لكم، حطوا كذا وحطوا كذا. والعالم كلهم يركضون، ما حد قدر يجيب هالفكرة، ما حد قدر يجيب هالفكرة. اللي مدد هذا وقاعد وكذا، بعدين يقول أنت قاعد ما تنفع، ما فيك خير، ما أنت مسوي شيء. هو يعني يحس إنه يعني ما ينفع كلش، دائما مكسور، ويحس يقول الله يتوب علينا، مخيب ظنهم كلهم، وإن شاء الله يعني الله يغفر لي، وإني ماش ثقيل، أنا ما في حيل وكذا. فلا الناس تفهم إنه المسؤوليات متعددة، ولا الناس هي تحدد. فما أبغاك أنتي تعتبرين نفسك إنك ما منك فائدة. أبغى أقول لكل شخص يسمعني، إذا ما منك فائدة راح تطلع برا. تأكد تأكد تأكد، ما في واحد رقم غلط، ما في واحد في هذه الحياة بالغلط موجود،
محسوب بالغلط، موجود بالغلط، رقم غلط مش موجود، مش موجود الرقم الغلط هذا، مش موجود اللي مش محسوب مش موجود. كل الموجودين قاعدين موجودين لهم حسبة معينة، إن كل شيء خلقناه بقدر. بس فأنتي أعتقد أنك مفيدة صراحة، أعتقد أنك مفيدة، بس يعني يطلب منك شيء مش من أدواتك، يطلب منك شيء مش من قدراتك وإمكانياتك. أنتي ركزي على الأشياء اللي تقدرين تسوينها وسويها وأديها أديها. مرات الناس ما يعرفون، ما يفهمون الإمكانيات والقدرات وتفاصيلها، يعتقدون أنه كل شخص بما أنه عنده يعني شوية فلوس لازم يدفع فلوسه لهم، يعتقدون أنه كل شخص بما أنه عنده يعني يدين ورجلين لابد يقوم ويشتغل لهم. لا، كل إنسان عنده قدرات، قد يكون عندي قدراتي المشاعرية أقوى من الشيء اللي أنت تشوفونه، قد يكون عندي قدراتك. فكل واحد يقدم ما لديه، قدم ما لديك، قدم ما لديك، قدم ما لديك، قدم ما لديك. هذا دورك، هذه رسالتك في الحياة. لا تنتظر، لا تنتظر أحد يطلب الشيء اللي عندك. اللي عندك مرر 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 مرر، هذا هو تفوقك، هذا هو نجاحك، إنك أنت تمرر هذه الطاقة لمن يحتاجها.